السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامجنا روشتة حياة. كتير مننا بيبحث عن السعادة والنجاح وبيحاول يحققها. واحد بيشوف السعادة في الحب وإن هو يكون بيته أسرة، واحد تاني بيشوف السعادة والنجاح في امتلاك المال، واحد تالت بيشوفها في الوظيفة والمهنة والترقي. يا ترى مين فيهم هينجح؟ يا ترى مين فيهم هيحقق السعادة؟ الحقيقة ولا واحد من دول، لأنه ببساطة ركز على جانب واحد من جوانب الحياة. الحياة أو السعادة في الحياة لازم تطبق النجاح في 7 جوانب. ال7 جوانب دول لازم نعمل فيهم توازن عشان تشعر بالسعادة. إيه هما مجالات الحياة السبعة؟ ده اللي احنا هنشوفه في الصورة اللي قدامنا. لو قدرنا نحقق التوازن بين المجالات دي أكيد هنقدر نحقق السعادة وهنقدر نحقق النجاح. الصورة جاهزة؟ على مهلك. تمام. أولا الجانب الروحي. ما معنى الجانب الروحي؟ الجانب الروحي هو علاقتك بالله سبحانه وتعالى، إنك علاقتك بالله تكون علاقة قوية، علاقة متينة، في الصلاة، في القرآن، في العبادة. ده جانب من جوانب الحياة المهم جدا اللي ما ينفعش إن احنا نبتعد عنه. بعد كده الجانب الشخصي. بص كده على الشاشة هنلاقي جوانب الحياة المتزنة. أول حاجة زي ما اتفقنا الجانب الروحاني. ما معنى الجانب الروحاني؟ زي ما قلنا هي علاقتك بالله سبحانه وتعالى، إنها تكون موصولة، عبادة منتظمة، محافظة على الصلاة، محافظة على القرآن، محافظة على الأذكار. طبعا الجانب ده بيحقق رضا وارتياح نفسي شديد جدا. الجانب الثاني جانب الشخصي. الجانب الشخصي هو تقديرك لذاتك، احترامك لنفسك، تنمية لقدراتك، وجودك في الحياة وجود فعال، وجود مثمر، عندك طموح، عايز تحقق أهداف. الجانب الثالث قدامنا وهو الجانب العائلي. يعني إيه الجانب العائلي؟ هو علاقة الود والرحمة والمحبة الموجودة داخل أسرتك. الحفاظ على بر الوالدين، الحفاظ على صلة الرحم، المعاملة الطيبة، التخلص من المشكلات، التخلص من حياة التعب والإرهاق، محاولة إن يكون في استقرار وهدوء في حياتنا العائلية والحياة الأسرية. أما الجانب الصحي فده كتير مننا بيهمله، وبالذات بقى الزوجات والأمهات أو الناس اللي بتشتغل طبعا، فعلى قد ما بتقدر بتحاول إن هي تفضل حياتها كلها وتسيب الجانب الصحي ده هو يعتبر آخر حاجة في حياتها. لكن عشان نحقق التوازن ونحقق النجاح والسعادة لازم نهتم بالصحة. نوع الغذاء، اختيار الغذاء السليم، اتباع أنظمة غذائية، الرياضة، الذهاب للطبيب وقت المرض أو إذا دعت الحاجة. ما نسيبش نفسنا ونرجع نقول يا ريت اللي جرى مكان. الجانب الآخر وهو الجانب الاجتماعي. الاندماج وسط المجتمع ده يعني إحساس جميل جدا، بيشعر الفرد بالراحة والسعادة. مشاركة الناس في المناسبات سواء كان في أفراح أو في أحزان، ده شيء يعتبر بيحقق زي ما قلنا الراحة والسعادة. إقامة علاقات واسعة، القدرة على اكتساب صداقات جديدة بسهولة، وفي نفس الوقت القدرة على الاحتفاظ بالصداقات القديمة. أما الجانب المهني بقى فهو تطوير مجال العمل. الإنسان الناجح ما بيفضلش واقف مكانه محلك سر، ولكن دايما بيتابع كل جديد فيما يخص المهنة، بيحاول إن هو يدور على أي وسيلة عشان يترقى في الوظيفة. الجانب المهني هو جانب مهم جدا من جوانب الحياة لازم نحقق فيه نجاح عشان نشعر بالسعادة والارتياح. الجانب المالي وهو الاستقرار المادي، التحكم في النفقات، القدرة على إدارة الميزانية، وجود خطط وأهداف من أجل تحسين الدخل وزيادته.
طبعا أي خلل من هذه الجوانب بيحصل زي ما قلنا نوع من الإخفاق في الحياة وعدم الشعور بالسعادة. بنلاقي الإنسان بيبذل مجهود كبير جدا جدا ولكن هو مش حاسس بالسعادة. ليه؟ لأن هو مكرس وقته وجهده في جانب واحد من هذه الجوانب. فإحنا من هنا بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نعمل عملية توازن في هذه المجالات. طيب في ناس هتقول لي أنا مش هقدر أحقق التوازن ده، أنا ظروفي مش سامحة إن أنا أعمل التوازن، الناس اللي حواليا مش هتساعدني، ظروفي المادية مش هتساعدني إن أنا أعمل توازن مادي، البيئة المحيطة العائلة كل ده أنا عندي ظروف ومشاكل كتير مش هقدر أعمل. الرد على السؤال ده مش هيكون كلام ولكن هيكون قصة واقعية، قصة حصلت بالفعل، قصة نجاح، قصة أوبرا وينفري اللي حققت نجاح في عز ما هي كانت في ظروف صعبة جدا. قصة أوبرا وينفري تعتبر قصة من الشقاء والتعب والبؤس إلى الرفاهية والنجاح في الحياة. من هي أوبرا وينفري؟ هي تعتبر طفلة عاشت في مجتمع أمريكي. أوبرا وينفري عاشت في أسرة فقيرة جدا، أب كان بيعمل حلاق والأم كانت بتعمل خادمة. نشأت في مجتمع يعني في تميز عنصري، هي كانت من أصحاب البشرة السمراء. عانت أوبرا وينفري من التفكك الأسري منذ صغرها، حصل انفصال بين أبوها وأمها وبدأت تتنقل من مكان إلى مكان ومن أسرة لأسرة، ولكن بالرغم من كده كانت بتتميز بالذكاء الشديد. أوبرا وينفري عاشت أول سنين عمرها مع جدتها. الجدة كانت بتقول إن أنا علمتها القراءة والكتابة وهي عمرها 3 سنوات فقط، ولكن كل ده ما منعش السخرية والتنمر عليها. أوبرا وينفري كانت سمراء البشرة وكانت بدينة وكانت فقيرة جدا لدرجة إنها كانت بترتدي يعني أثواب من الخيش، فده طبعا عرضها للسخرية وعرضها للانتقادات وعرضها للتنمر. انتقلت أوبرا وينفري وهي عمرها 12 سنة إلى بيت أمها، ونظرا لانشغال الأم عنها في العمل تعرضت أوبرا وهي عمرها 14 سنة للتحرش والاغتصاب وللأسف على يد أحد أقاربها. أوبرا وينفري حملت حملها الأول والأخير ولكن لم يقدر لها الله العيش أو عيش ابنها، مات بفور ولادته واتحرمت أوبرا من الإنجاب طول عمرها. طبعا بسبب هذه الأحداث المأساوية أوبرا بدأت تتعاطى المخدرات، كل أنواع المخدرات. الأم فقدت السيطرة على أوبرا، ما بقتش عارفة تتصرف معاها، ولذا انتقلت أوبرا إلى بيت الأب. الأب كان قاسي جدا، شديد جدا، صارم جدا، ولكن يمكن يرجع لي الفضل أنه هو رجع أوبرا لحياتها الطبيعية تاني. بسبب هذه الصرامة وبسبب قبضة يده عليها انتقلت أوبرا إلى مرحلة جديدة من مراحل عمرها. أوبرا تعلمت في الجامعة ثم بعد ذلك عملت كمراسلة وقدمت بعض البرامج واشتركت في بعض الأفلام وانتقلت من عمل إلى عمل إلى عمل إلى أن أصبحت مقدمة لبرنامج اسمه أوبرا شو. قبل هذا البرنامج لم تخلو حياتها من الانتقاد ومن الرفض ومن السخرية ومن التنمر عليها، ولكن هل استسلمت؟ ما استسلمتش، بالعكس صمدت ورفضت اليأس ورفضت إنها تفضل محطمة ورفضت إنها تكون أسيرة لظروفها القاسية. بدأت مشوارها وبدأت حياتها تتغير بعد برنامج أوبرا شو. إيه برنامج أوبرا شو؟ إيه اللي خلاها تتميز بهذا البرنامج؟ أوبرا شو كان بيعرض بعض القضايا الاجتماعية اللي كانت بتهم المجتمع الأمريكي ذلك الوقت، اللي خلاها تتميز إن كل البرامج في الوقت ده كانت كلها برامج تافهة، فعشان كده تميزت أوبرا وأصبحت مثال ونموذج للإعلامية على مستوى العالم.
أصبح البرنامج ده يشاهد في 100 دولة عالمية. أوبرا بفضل هذا البرنامج انقلبت حياتها رأسا على عقب. أصبحت أوبرا أول سوداء بليونيرة. بدأت تكسب سنويا 225 بليون دولار سنويا. أصبحت أوبرا تعتبر مثال للشخصية العالمية، مثال للشخصية اللي بتؤثر على كل الناس. أصبحت كمان كاتبة، وأصبحت ناقدة، أصبحت كمان بتقوم بتأسيس الجمعيات الخيرية. نظرا لظروفها الصعبة كانت بتحس جدا بالفقراء والمساكين. أوبرا قصتها خلصت، ولكن هي بتمثل لينا رمز الكفاح ورمز الصمود ورمز إنها ترفض الظروف إن هي تأثر عليها. خرجت أوبرا من رحم المعاناة حتى تكتب اسمها من ضمن المشاهير ومن ضمن الناس اللي خلد اسمهم في التاريخ وكتبت حروفهم للنور. طبعا لازم نقتدي بهذه الشخصية الجميلة في حياتنا. دلوقتي احنا وصلنا لروشتة اليوم، عايزين نستخلص كده من كل اللي احنا قلناه، يعني بعض النصائح او بعض الحاجات اللي احنا نعملها علشان نقدر نحقق النجاح في حياتنا. تمام، روشتة اليوم. روشتة اليوم بتقول اول حاجة ضع هدفا بسيطا في كل جانب من جوانب الحياة السبعة للحياة. احنا خدنا دلوقتي الجوانب الحياة وعرفنا كل جانب عبارة عن ايه. حط هدف بسيط في كل جانب واحرص على تحقيقه على مدار 21 يوم حتى يصبح عادة. 21 يوم خلاص، انت طالما حرصت عليه المدة دي بعد كده اصبح عادة متأصلة من عاداتك اليومية. واجه نفسك على قد ما تقدر، وخلي معاك ورقة وقلم، وخليك صريح مع نفسك. سجل واكتب مميزاتك وعيوبك. كل يوم احرص على انك تضيف ميزة في قائمة المميزات وتنقص عيب من قائمة العيوب. آخر حاجة، عش بقوة الآن، يعني power of now. الماضي بالنسبة لك خبرات وتجارب، لا مجال للندم واللوم عليه. أما بالنسبة للمستقبل فهو مجهول، بس لازم تشتغل عشانه، بس من غير ما تنشغل بيه. أما الحاضر فهو هدية ومنحة جميلة من الله سبحانه وتعالى، لازم نستثمره على قد ما نقدر. آخر حاجة في الروشتة، إن التغيير دايماً بيبدأ من الداخل. غير نفسك يتغير كل شيء حولك. وأخيراً نختم بقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. بكده أعزائي المشاهدين خلصنا روشتة الحياة. على لقاء إن شاء الله، على موعد بلقاء الأسبوع القادم. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.